للتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة. دكتور جمال، يعني أهلا بك إلى هذه النشرة. دعنا نستعرض رأيك، كيف سيؤثر قرار أوبك بلس بالتمسك بالسياسة الحالية وزيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا على أسعار النفط والإمدادات؟ تفضل. مساء الخير عليك، مساء الخير على كل مشاهدينك. خليني أقول لك، يمكن الاقتصادات النفطية الآن بتعيد قراراتها مرة أخرى، وخاصة يمكن في الاجتماع الأخير كان هناك التزام داخل منظمة الأوبك في أن لا يكون هناك قرار، وكان هناك نوع من الشد والجذب، وكان هناك عدم اتفاق. ولكن يمكن جاءت جائحة إيميكرون على سبيل أن هذا المتحور الرابع جاء سريعا في بعض الدول، وأثر سلبا على بعض التخوفات لدى الدول المتعافية من بعد الجائحة الثالثة والموجة الثالثة، والتي اللي هي كانت أحد مؤثراتها أن هذه الدول كانت تستوعب جديدا باقتصادياتها الذهاب إلى استيراد النفط. هذه الدول كلها من الصين والهند ثم ثلاثها الاتحاد الأوروبي كاملة، ولكن يمكن الاتحاد الأوروبي كان الموضوع مختلف نتيجة استمرار سوء الأحوال الجوية واختلاف الطقس لدى كثير من الدول، سواء إذا كانت بريطانيا أو النرويج أو الدنمارك بالإضافة إلى إسبانيا وأيضا هولندا، التي عانت هذه الدول معاناة شديدة لنقص إمدادات الغاز لديها للتدفئة، وبالتالي كان هناك يمكن تأخر في كثير من التعاقدات مع الجانب الروسي. هذه التعاقدات كانت تشمل النورد ستريم 2 أو خط السيل الشمالي 2 الذي كان المفترض أن هو يغذي إمكانيات المعدلات النقص لدى الاتحاد الأوروبي، ولكن يمكن هذه التعاقدات تأخرت. دعني بس أرجع للأوبك مرة أخرى. نعم دكتور، يعني دعني أسألك هنا، يعني رغم هذا الشد والجذب وسرعة انتشار أوميكرون، يعني إلا أن سوق النفط لم يتأثر أو يتضرر، هل يعد ذلك مؤشر إيجابي للفترة المقبلة برأيك؟ سؤال جيد، لكن خليني أقولك، في الأول خالص تأثر بمجرد دخول أوميكرون في جنوب إفريقيا، كان هناك تطلعات لموضوع عدم شراهة الدول وإعادة مرة أخرى الحسابات لدى هذه الدول في التعافي واستيراد النفط، مما أدى إلى أن هذه الدول تأخرت في كل صفقاتها، سواء الصفقات طويلة الأجل والمتوسطة الأجل، التي انعكست على الأسعار. وبالتالي كل التعاقدات التي كانت زي ما بيقولوا ويلينجز أو مستعدة وعندها قابلية لنظريات التعاقدات طويلة الأجل تأخرت. هذا التأخر أدى إلى انخفاض أسعار النفط من 80 دولار حتى وصل الى 71 دولار، ولكن يمكن استمرينا بعمليه تطعيمات، واستمرت التطعيمات وانحسار اوميكرون لهذه الدول، وخاصه في جنوب افريقيا هناك بعض الدول اعطت نوع من الضوء الاحمر مره اخرى لكل رعاياها بعدم الدخول، التزامات دخول التطعيمات، ايضا الضغط المستمر على ان رحلات الطيران كانت محدوده للغايه، الرحلات لم تعود بكامل قوتها، وبالتالي هذا التحفظ في خلال الشهر اللي فات أدى إلى أن لم يعطي تأثير كبير على التعافي من الاقتصاديات، وبالتالي لجأت خلال الأسبوعين اللي فات سوف تجدي أن برميل النفط ارتفع في أقل من 6 أيام من حيز الـ 72 دولار، بنتكلم النهاردة على 77.8 دولار للبرميل، وفي خلال الأسبوع نهايته سوف يصل إلى 80 دولار. وبالتالي كان هذا الاجتماع الطارئ لدى منظمة الأوبك امبارح التي أعطت ضوء أخضر مرة أخرى إلى زيادة ضخ الإنتاجية بحوالي 400 ألف برميل حتى يمكن تعويض ما تولته الولايات المتحدة الأمريكية بداية الأسبوع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت اللي احنا فيه بتعاني معاناة شديدة من سوء الأحوال الجوية لأربع ولايات، أدى إلى تجمد جزء كبير من خطوط الإنتاج ومن نعم بسبب عواصف الثلوج المسيطرة هناك. دكتور جمال، يعني دعنا نركز على أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا تحديدا، برأيك هل ترى أن أزمة غاز الطبيعي في أوروبا ستتفاقم أم سيتم السيطرة عليها قريبا؟ للأسف يعني دعني أجد يعني أطرح لك بعض يعني الظروف الحالية لدى الاتحاد الأوروبي والظروف المحيطة بعملية الدول المتاحة في ضخ الغاز لدى أوروبا. أوروبا أو الاتحاد الأوروبي 27 دولة، حجم الاستهلاك لهذا التكتل الكبير يصل لحوالي 55 مليار قدم مكعب غاز. ال 55 مليار اللي احنا بنتكلم عليهم 38% بتضخه روسيا من خلال خط باكو وخط النورد ستريم 1،
والادفانسد كونكشن ما بين كرواتيا او ما بين اوكرانيا لغايه 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 المانيا. النقطه الثالثه او النقطه الثانيه وهو ان كل من هولندا واسبانيا والنرويج والدنمارك البرتغال هؤلاء الدول بيدعموا الاتحاد الاوروبي بحوالي اكثر من 33% من مجمل. اذا من وجهه نظرك دكتور جمال يعني هذه الازمه لن يتم السيطره عليها قريبا وربما ستستمر خلال فصل الشتاء لفتره اطول. كنت معنا عبر الهاتف الدكتور جمال القليوبي استاذ هندسه البترول والطاقه، شكرا جزيلا لك.